هاي دلال. هاي تينا. كيفك اليوم؟ تبا وانت؟ اكلت صدمه هلا من دلال من 10 ثواني. سالتها شو وصفتنا اليوم؟ قالت لي في سلاد مغربيه وتشيز كيك على كراب. صح. اليوم في عنا وصفتين. اول وصفه هي السلاد مغربيه. مغربيه بدنا نسلقها، بدنا نضيف لها بيستو صوص او صوص على كزبره يلي هي كمان طيبه. ووصفتنا الثانيه هي التشيز كيك على كراب يلي هي وصفه طيبه كثير تتقدم كانتري. بدنا نشتغل التشيز كيك المالح اليوم، عم نحكي يعني البسكوي المالح يلي بدنا نطحنه. بدنا نضيف له الزبده، هون مضطرين انه نضيف الزبده لتتماسك العجينه. بدنا نوضعهم بقالب التشيز كيك او بسيركليت صغار بقالب التارت حتى فينا نشتغلها. اما المقادير فاليوم عم نحكي على كراب، جبنه تريكوتا، كريم فريش، عصير الحامض، بيض كامل بالاضافه لرشه من الملح وبهار الابيض. واللي بدهم خبز اكيد. بدهم خبز. هلا شو بدنا نعمل فينا؟ بدنا نشتغل بالعجينه، عجينه التشيز كيك يلي خلينا نبلش فيها. هيدي وصفة بدنا نخبزها بالفرن، معمولة من عجينة التشيز كيك، يعني اليوم عم نحكي على حيالله نوع من البسكوي المالح يلي طحناه يعني. صح؟ وضفنا له الزبدة وبدنا نشتغل بالفارس أكبر، لكن هون عم نحكي على بسكوي مطحون، بدنا نضيف الزبدة، إذا لاحظتي إنه الزبدة بعدها شوي قاسية، يعني من المستحسن ما تكون ما ندوبها ابدا. واليوم طحنناهم هيك بطريقه شوية يضلوا خشنين كمان. تينا البسكويت البسكويت صح. اوكي، لكن اليوم نحن كمان مش بودره، يعني مش بودره صح، هيك نحس شوي بالطعمه. فوالا، لكن اليوم نحن عم نشتغل بالبسكوي بالدايجستر، بالبسكوي المالح، بالتشيز كيك المالح يلي طحناه او دقيناه، رجعنا ضفنا له زبده. هون مضطرين انه نضيف الزبده. هيدي اكيد رح تكون الكعب. الكعب تبع لانه اليوم وصفتنا هي وصفه مالحه. فوالا. فينا نضيفهم بقالب التشيز كيك الكبير، بقالب التارت، وهون كمان تنهيل شوي على المشاهدين يلي ما عنده تشيز كيك وتارت، فينا نضيفهم بحي الله صينيه ندخلها على الفرن. تينا بس ساعتها ببين البور يعني ما بيأثر. فوالا، مثل ما هون عم بتشوفي لقطوا بعض. لكن مزجنا الزبده مع البسكوي المالح المطحون. خلينا نضيف بعد شويه زبده. فوالا، هون بدنا نشتغلهم بطريقتين اليوم، او بقوالب التارت. هون حبيت استخدم السيليكون، بس فينا نستخدم حيالله نوع من قالب التارت اكيد. بدنا نشتغلهم بهيدي الطريقه تينا. وهون بدي اقول للمشاهدين انه كثير مهم انه نسمك البسكويت المطحون يلي مزجناه مع الطحين، لانه طعمته طيبه. الكعب. الكعب، صح. وبنعمل له حرف كمان. فينا نعمل له حرف، فينا ما نعمل له حرف. اوكي. بس هي الطعمه بتطلع طيبه. لكن بدنا نشتغله بهيدي الطريقه. تينا بدي ازعجك نضيف المغربيه على المي المغليه. هلا حنحكي عنها كمان. سو هون بنغلي مي، هون اليوم المغربيه. نحن عم نشتغل هلا بالمغربيه المجلده يلي بتكون مسلوقه شوي، يعني ما في غير نسلقها لشويه دقائق تينا، او فينا ما نسلقها، فينا نلوحها مع الزيت والزبده لنكفي الاستواء. وبدنا نرجع نبردها هيدي او لا؟ بدنا نرجع نبردها، بدها هيدي وصفه سلاد بتتقدم بارده. لكن اليوم عنا وصفتين، اول وحده هي المغربيه مع البيستو صوص يلي بدنا نزينها بالسنوبر يلي هي من الوصفات الطيبه اللي بتتقدم مسقعه. وصفتنا الثانيه هي التشيز كيك المالحه يلي اليوم طحنا البسكوي المالح، مزجناه مع الزبده بهيدي الطريقه مثل ما هون عم بشوفوا. فينا نضيفها بقالب التشيز كيك.
هلا هون من المستحسن فينا انه نضيفهم بالبراد لمده 10 دقائق لتتماسك العجينه، بس لضيق الوقت حنشتغلهم دغري. مثل ما هون فينا نشتغل كمان اذا بدنا نشتغلهم صغار بسير، بس اذا جبنا سير كثير مهم انه نلطه شوي بالزبده وقتها نشيله عن التشيز كيك ما يعذبنا. اوكي، نضيفه دغري على الصينيه اللي بدنا ندخلها على الفرن، ونوضع البسكوي المطحون مع الزبده بهيدي الطريقه. اكيد هيدي وصفه بدنا ندخلها على الفرن. فوالا، لكن نكتفي هون تينا تنكفي وصفنا. يلا فوالا، لكن نرجع نتذكر انه اليوم وصفتنا هي التشيز كيك المالحه يلي اشتغلناها بطريقتين مثل ما هون عم بشوفوا. اول طريقه هي قوالب التارت يلي اليوم لانه عم نشتغل بالسيليكون ما حطينا ولا زبده ولا شيء، دغري حطينا العجينه لانه مليانه زبده مثل ما هون عم بشوفوا. فوالا، لكن خلصنا. هيدي من المستحسن انه ندخلهم شوي على البراد تينا ليتماسكوا، بس هلا لضيق الوقت ما عليه حنشتغلهم نكفي دغري. هلا من شو معموله الفارس تبعنا؟ اليوم عم نحكي على بيضتين كاملين مزجناهم، ضفنا لهم رشه من الملح، رشه من البهار الابيض مثل ما هون عم بشوفوا. رجعنا ضفنا جبنة ريكوتا نحن هلا عم نعمل التشيز كيك المالح. لكن نحن اشتغلنا هلا بالبيض بيضتين كاملين، علبة من جبنة ريكوتا يلي منلاقيها بحيلا سوبر ماركت، رشة من الملح، رشة من البهار الأبيض، مزجنا كل المقادير سوا مثل ما هون عم بشوفوا. فوالا، لكن بيض ريكوتا، وهون بدنا نقول فينا نستبدل ريكوتا بالماسكربون بالفيلادلفيا بحيلا نوع من الجبنة اللي نحن بنحبها. هون بدنا نضيف شوية من عصير الحامض، فينا نقول انه ملعقتين كبار من عصير الحامض. حلو، بدنا نرجع نضيف الكراب. اليوم عم نحكي على الكراب المجلد يلي بنلاقيه بحيلا سوبر ماركت. اذا لاحظتي تينا انه فرمناهم شوي صغار تيساعوا كمان تيساعوا. صح، فوالا فوالا. لكن ريكوتا او حيلا نوع من الجبنه كراب قطعناهم صغار، بيضتين كاملين، عصير حامض 100 ملي من الكريم فريش او نص كبايه من الكريم فريش. هيدي هي الفارس تبع التشيز كيك على كراب. هلا شو بدنا نعمل؟ من بعد ما مزجنا كل المقادير سوا بدنا نعبي التاخ ملح وبهار. اكيد ضفنا ملح وبهار، بس قبل ما نعبي بدي صفي المغربيه لنشتغل فيها. هيدي هي وصفتنا تينا، هيدي وصفه كثير سهله بنقدمها صبحيه غدا عشاء وكثير طيبه كمان. فوالا، هلا هن اكيد بالفرن رح يتماسكوا يصيروا مثل قالب يعني. صح، نشتغلهم بالشوكه اكبر. فوالا،
لكن نرجع نتذكر انه نحن اليوم عم نشتغل التشيز كيك المالح يلي مزجنا البسكوي المالح المطحون مع الزبده، ضفناه بكعب حيلا صينيه، نخليهم على البراد لمده 10 دقائق ليتماسكوا. فوالا حلو، رجعنا على جنب عملنا فارس يعني. بضلهم بنفس الحجم بعد ما ينخبزوا؟ لا بيرفخوا شوي لان فيهم بيض اكيد. فوالا رجعنا جبنا كريم فريش كراب، ما بدي انسى عصير الحامض، حيلا نوع من الجبنه ريكوتا فيلادلفيا. فوالا بيض كامل، بهار ابيض، رشه من الملح، ضفناهن على العجينه، حمينا الفرن 180 درجه لمده 10 دقائق، ودخلنا وصفتنا بقلب الفرن تينا لمده 15 ل 20 دقيقه. بياخذوا لون شيء او لا؟ اكيد بدهم ياخذوا لون، لا فيهم بيض وفيهم جبنه. وهون بدي اقول للمشاهدين هذه وصفه انا اوقات كثير بشتغلها، هلا ححمل الفرن وحطهم بشتغلها، وبضعها على سلاد فيرت، يعني اذا عندي عزيمه غدا بعمل جات سلاد روكا حيلا نوع من الخضار، وبنعملهم هيك بترتيت صغار وبنضعهم على سلاد. هلا حندخلهم على الفرن. هيدي هي اول وصفه تينا، سريعا حنصفي المغربيه. سو المغربيه اليوم رح تكون كسلطه. كسلطه صح. سو بدها تكون مبدئيا بارده، يعني بالبيت اكيد عندنا وقت بنكون سلقناها وبردناها قبل ما نكفي الشغل فيها. بستو حبق دلال؟ وي. هلا اليوم صراحة بدي أعمل بس سلاد هيك بنتفنن فيها أكثر. بس قلت مالي خلينا نشتغل وصفتين، نشتغل بالبستو لأنه أوريدي صاروا المشاهدين عندهم فكرة على البستو، صرنا عاملينه كثير. اليوم حبينا نشتغل بالبستو على حبق، بس كمان هيدي وصفة فينا نشتغل نستبدل الحبق بالكزبرة. هون تنذكر سريعا يلي ما عنده فكرة، مثل ما كل مرة بنقول وقت نشتغل الصوص بستو، نحن اليوم عم نحكي على صنوبر، على ثوم، زيت زيتون، ما في انسى جبنة البارميزون يلي بدها تعطي نكهة بالإضافة للحبق الأخضر. أما لو بدنا نستبدل الحبق بالكزبره، كنا اليوم اشتغلناها بالكزبره. اليوم وصفتنا هي المغربيه، فينا نشتغل المغربيه المثلجه مثل المغربيه اليابسه، اهم شيء انه نسلقها، ما بدنا نسلقها كثير يعني تضلها شوي الدنتي، مثل ما شفتي ما سلقناها كثير، بدنا نمزج البيستو صوص عليها. هلا هون بنرجع بنذكر انه المستحسن انه نحن لضيق الوقت مثل كل مره بنشتغلها سخنه. فوالا. لكن اليوم هي المغربيه، هي وصفه غريبه بس بدي اقول انه هيدي من اطيب الوصفات. يعني هيك شوي بنغير من الكينوا يمكن، حتى بدي اقول انه فينا نقدمها تشاد تينا، يعني كمان مش ضروري نقدمها مسقعه، فينا نقدمها تشاد. اليوم وصفتنا هي المغربيه المسلوقه مع صوص البيستو. فوالا. شو رح نزيد غير بيستو؟ صنوبر. صنوبر، حلو. الحبق الاخضر نقدمهم بهيدي الطريقة. هيدي وصفة كثير سهلة، ما حطينا لها كثير مقادير. فوالا، فينا نقدمهم هيك دون دي فيغين. حلو. هلا حلو انه نقدم بفصل الصيف، نعمل كذا نوع سلاد نشكلهم صح دون دي فيغين. لكن لما نرجع بعد البريك مشاهدينا رح نشوف التشيز كيك او كراب لما يطلع من الشغل. ليكو هالكوب شو حلو، سلاد مغربيه بالبستو الحبق صح، زينتيه بصنوبر كثير مخزومين، وهولي
كثير حلوين طلعوا. كثير مهضومين طلعوا. كيك خاب. فوالا. أنا رح ذوق لقمة سريعة من المغربية. هيدي بعدها كثير سخنة حسة. صح هيدي بعدها سخنة. لكن نرجع نذكر انه اليوم نحن اشتغلنا بسلاد المغربيه مع البيستو صوص يلي هي وصفه غريبه شويه طيبه، وعملنا التشيز كيك كراب يلي اشتغلنا بالبسكوي المالح اللي مزجناه مع الطحين، ضفناه بقالب التشيز كيك طرق او حيلا شيء بنحبه، واشتغلنا على جنب بيض الكامل الكراب كريم فريش عصير حامض، ما بدي انسى جبنه الريكوتا تينا يلي كمان عطيت نكهه، مزجنا كل المقادير سوا بالاضافه للملح بهار الابيض، ومثل ما شفتي قدامنا اليوم حبينا هيك نقدمهم دون دي بيتيت تختلات او هيك، بس فينا نشتغلهم اكيد بقالب كبير، وزينا شوي بالكراب يلي كمان، وهون بدي اقول انه فينا نستبدل الكراب بالقريدس، يعني هيدي وصفه فينا نشتغل هي زيتها بس ببيبي شريمب، يعني نشتغل بالقريدس الصغار يلي كمان، ما بدنا ننسى انه حمينا الفرن 180 درجه لمده 10 دقائق، ودخلنا وصفتنا بقلب الفرن من 15 ل 20 دقيقه. هلا اذا شفتي انه اليوم شوي نحن شلناهم كثير سخنين، يعني سخنين. لازم وقتها نقلبهم ما يكونوا هالقد سخنين. خلينا نقص وحده بالنص بس تنشوف كيف قلبها. بدك تقصي هيدي يمكن تفرجي المشاهدين. يعني كثير قريب على ملمس التشيز كيك. تشيز كيك ما هي تشيز كيك بس بدل ما نشتغلها حلو اليوم استبدلناها بالمالح اللي هي وصفه طيبه كمان، نرجع نتذكر انه كمان فينا نقدمها على سلاد، يعني فينا نعمل ان سلاد مع نيبتي تختولات دو تشيز كيك كمان بيطلعوا طيبين، كراب ريديس فينا نشتغلها على دجاج على لحمه على خضره، مش ضروري بس كراب لانه بتعرفي كثير ناس ما بحبوا الكراب. مزبوط. يعني فينا نستبدل بحيلا شيء نحن بنحبه. هيدي وصفه دافين. صح دافين دافين. ايه اكيد يعني مش كثير سخنين بس انه يكونوا هيك شوي اكيد سخنين اكثر. لا فيهم بيض وكريم فريش وسريعين الوصفات. الواحد حتى اذا ما عنده كثير وقت بيقدر يحضر حتى السلاد، يعني انا بشجع انه نشتغلها لانه كمان طلعنا شوي من الكينوا من الخس من الهيك، يعني فكره جديده مغربيه لبنانيه بالنهايه. صح ليش ما ندخلها هون؟ بدي اقول للمشاهدين انه كثير اوقات بستبدل المغربيه بالفريكه بشتغلها بزيت الفريقه كمان بتطلع كثير طيب، وبنحط القلوبات يعني فينا نحط الكاجو اللوز الجوز بالاضافه للسنوبر يلي كمان بتعطي النكهه الطيبه. ثانك يو دلال. رح ناخذ بريك مشاهدينا ومن كافي لايف. Can you